وللحديث عن الانتقادات الموجهة لمشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي وتوقيت إعادة طرحهما في البرلمان، معنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. حياكم الله أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، حياك الله. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، ما هي أوجه اعتراضكم على مشروعي القانونين المعاد تقديمهما إلى البرلمان الخاصين بالجرائم الإلكترونية وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي؟ نعم، هنالك يعني شعور عام لدى الصحفيين العراقيين ولدى الناشطين الذين يعني أظهروا اعتراضهم على أداء الحكومات السابقة والحالية من أن قانون جرائم المعلوماتية موجه بالحقيقة إلى هدف تقييد حرية التعبير والقضاء على كل حراك شعبي في المستقبل هدفه انتقاد ممارسات الحكومة الحالية وكذلك الأحزاب المشاركة في السلطة، لأن هذا القانون كما تعلم يجبر الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم، كما أنه يجبر من يريد التظاهر في بغداد مثلا على تقديم طلب للحصول على إذن للخروج في التظاهرة، فكيف لنا أن نطلب الإذن من حكومات أو حكومة متهمة بالفساد ومتهمة بقمع حرية التعبير، نطلب منها الإذن لكي نخرج في تظاهرة لانتقادهم أو المطالبة في الحقوق. لذلك يعني هذا القانون أثار موجة اعتراضات لدى صحفيين ولدى ناشطين وهددوا بالخروج بتظاهرات في تحد واضح وصريح للأحزاب وللحكومة التي هي قدمت بالفعل هذا المشروع للبرلمان أجل التصويت عليه ومناقشته. نعم، يعني بالنسبة للقانون الثاني هو الخاص بالجرائم الإلكترونية والابتزاز في البلاد، هل المراد حاليا بالفعل مكافحة هذه الجرائم؟ وما دلالات إعادة طرح هذين المشروعين في هذا التوقيت بالذات؟ الحقيقة لا ضير من أن تقوم السلطات الحكومية بإقرار قانون فيما يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني، ولأن هنالك كما تعلم العراق أصبح من الدول التي راجت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز وجرائم التي أصبح ينفذها أشخاص من أجل ابتزاز أشخاص آخرين وابتزاز فتيات من أجل الحصول على أموال أو من أجل الإخضاع والتشهير وإحداث الفضائح. ذلك يعني هذا القانون لا ضير فيه، لكن هذا القانون تم وضع فقرات مفخخة في داخل هذا القانون هدفها كما قلنا خنق حرية التعبير وتقييد عمل المؤسسات الصحفية العاملة في العراق، وأيضا القضاء على كل حراك شعبي في المستقبل وتقييد حرية التظاهر والوقفات الاحتجاجية التي هي السبيل الوحيد اليوم للناشطين العراقيين من أجل التعبير عن رفضهم لممارسات الأحزاب ولاستمرار سلطة الأحزاب الفاسدة في العراق. مشروعا القانونين كما تعلم يعني يأتيان في وقت أكد فيه السوداني مضي حكومته في القضاء على الفساد، السؤال هنا هل يمكن بالفعل القضاء على الفساد في ظل صحافة مقيدة؟ بالتأكيد يعني في المجتمعات الطبيعية تلعب الصحافة دورا محوريا ومهما في عملية الكشف عن الفساد وتشخيص مكامن الخلل في أداء الحكومات. في المجتمعات المتقدمة التي تمارس فيها الصحافة دورها الطبيعي نجد أن هنالك حكومات ناجحة وحكومات مهنية
تقدم الخدمة لمواطنيها. أما في المجتمعات الأخرى عندما تكون الصحافة مقيدة وعندما تكون الصحافة محاطة بإجراءات أمنية وخاضعة لسلطة أجهزة المخابرات والاستخبارات فهنا الخلل. الخلل هنا هو أن السلطة الحاكمة لا تريد من الصحافة أن تتدخل في عمل الحكومات وعمل الأحزاب، ولا تريد للصحافة أن تشير إلى مكامن الفساد وإلى مافيات الفساد، لأن هنالك كما تعلم اليوم هنالك أحزاب في السلطة تمتلك مكاتب اقتصادية وتمتلك ميليشيات وتمتلك مافيات فساد كبيرة تسيطر على مفاصل الدولة المالية. لذلك الحكومة هنا ترى أن دور الصحافة خطر ويهدد مستقبل ووجود هذه الأحزاب التي ترتبط وتدعم السلطة. كبت الحريات هذا الحاصل في العراق والواضح من خلال كما تحدثنا مشروعي القانونين، إلى أي مدى يؤكد أنه نهج حكومي وحزبي ممنهج لربما وليس مجرد حالة تنظيمية لقطاع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا؟ الحقيقة في الأيام الأولى التي وصل فيها محمد الشعب السوداني إلى سدة الحكم وأصبحت الحكومة تدار من قبل حزب الدعوة ونوري المالكي والأحزاب الأخرى في الإطار التنسيقي، أصبح لدينا قناعة كصحفيين في العراق وأيضا كناشطين في التظاهرات السابقة من أن هذه الحكومة سيكون على رأس أولوياتها هو القضاء على كل ما كان قد أدى إلى خروج تظاهرات تشرين السابقة وتقييد حرية الصحافة. وبالفعل هذا ما حصل. اليوم نشاهد أن حكومة محمد الشاع السوداني تقدم مشروع جرائم المعلوماتية والحق في التظاهر للبرلمان من أجل التصويت عليه، وهنالك يبدو أن هنالك مسعى جاد وحقيقي لإقرار هذا القانون في المستقبل، لأن حرية الصحافة كما قلنا تهدد استمرار وجود هذه الأحزاب في السلطة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي.